فين يا كارولين؟ كارولين، نحن عم نعمل اكسبيرمنت عن اركان الاسلام واركان الايمان. شفتي هيدا؟ كارولين، هيدا ما بده يعمل ولا ركن من اركان الاسلام ولا ركن من اركان الايمان، هو فاضي، قلبه فاضي، ما في نور. حيمرق على الصراط فوق النار لنشوف اذا بيتسمى. بس مين؟ يلا يا ميريان، بس عم نروح يا ميريان. راحت عليه، بس عم نروح يا ميريان. واليوم الآخر، شو أنت عندك هون؟ الإيمان باليوم الآخر. خلصها بيس 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 خلصها. يلا تعي يا نور، تعي يا كالا، يلا هلا بنشارك لأنه ما كفوا. يلا عبي، تعي سارة، تعي سارة هلا. مين بده يشارك؟ تعي أمان، يلا تعي لونا. عبولي بعد شو هيدا إيمانه قليل هيدا الزلمة؟ عبولي إيمانه شوي. ايه ايه، حطي 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 يا أمان. برافو، ارجوني لشوف بعد شوي. بدك بس ما نخليها هيك، بدك يلا خلص. شكرا، فيكم تقولوا هلا شو مكتوب عليهم لاصابيع الاسلام؟ هلا يا ما في حدا. هدول اركان الاسلام ومعبى بقلبه اركان الايمان، يعني قلبه منور بنور الايمان ولا قلبه فاضل؟ او منور. منور، مشان هيك هلا حيمرق فوق الصراط لنشوف يا ترى حيتأثر ولا ما حيتأثر. مين حيمرقوا؟ لونا. مرقينا يا فوق النار يا لونا، هيك ما بيفقع. مرقي ما بيفقع. ييت ييت ييت. بتعرفوا النار شو بتقولوا للمؤمن؟ بتقولوا امرؤ يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. المؤمن هو بيطفي النار مش النار بتطفي. شفتوه؟ فقع نصه اسود. بس فقع شيء؟ لا. صار له شيء؟ زقفوا له لانه مؤمن. الله يعافيك.